أول حاجة يا جماعة، وهذه المعلومة تقريبا نسبة كبيرة من البشر يخطئون فيها، ترى هوليوود ما هي مدينة ولا هي دولة ولا حتى ملاهي. هوليوود هي منطقة سكنية أو حي موجود في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. لما أحد يقولك أنا رايح إلى هوليوود أو يجيب لك طاري هوليوود في الكلام، تراه يقصد لوس أنجلوس. بس الناس صارت تستخدم هوليوود كذا من باب الهياط، فاهمين؟ أنا رايح هوليوود، أزور هوليوود، أنا راح أسكن قريب من هوليوود، أنا راح أعيش في هوليوود، فهمتوا الفكرة؟ هي في الأصل منطقة داخل مدينة. لوحة أو لافتة هوليوود الشهيرة يا جماعة تم بناءها على إنها تكون إعلان لمنطقة سكنية جديدة لا أكثر. بمعنى إيش يا وجيه؟ ما أدري إذا هذا الكلام موجود في كل العالم ولا لا، بس معظم دول العالم إذا تم افتتاح منطقة سكنية جديدة أو منطقة أراضي فاضية جديدة، تيجي شركة التسويق المسؤولة عن بيع هذه الأراضي وتعلق لوحة كبيرة. كل ما كانت اللوحة أكبر كل ما كان المخطط إيش وراه فلوس كثير. وأغلب شركات التسويق تتعمد إنها تسوي لوحة مرة كبيرة علشان الناس تقدر تشوفها من بعيد، وينكتب على هذه اللوحات ايش؟ مخطط البيعة، مخطط الوجيه، مخطط ام الصبيان، مخطط مصر الجديدة، ومن هذا الكلام. بتيجي انت كده من بعيد تشوف اوه في لوحة، ايش هذا؟ اوه اراضي للبيع، يلا يلا مشينا. بتروح تطق لك ارض ارضين نبولي. لا بس يعني فعلا كذا يستقطبوا الناس. هي لافتة هوليوود تم بناءها على هذا الاساس. سنة 1923 جاء تاجر كبير ورجال راعي ايش فلوس كثيرة كبير في البلد، فهمتوا؟ واشترى مجموعة كبيرة من الأراضي في هذيك المنطقة، تقع في حوالي مساحة 2 مليون متر مربع. وقتها المساحة الكبيرة هذه كانت مجرد أكواخ، شوية مزارع، شوية جبال، شوية هضاب. اشترى هذيك المنطقة وجاب شوية مستثمرين معه وقال يلا يا جماعة نبغى نقسم هذه المنطقة إلى أراضي ونبدأ نبيعها. جابوا اللوحة الكبيرة هذه ولكن ما كتبوا عليها هوليوود. في البداية كان مكتوب على اللوحة هوليوود لاند. طيب حلو يا وجيه، لاند ومعروفة أرض أو أراضي، طب هوليوود إيش معنى أم هوليوود؟ دي الكلمة اللي مدري من وين جات. هوليوود ككلمة يعني لها تفسير واضح ومعنى حرفي مفيش، ولكن أكيد في ولكن. تقول الأسطورة إنه التاجر هذا يوم من الأيام كان جالس في القطار وقاعد يقرأ جريدة وقاعد يدخن، وجلس جنبه واحد كذا في القطار وجلس يسولف هو وياه، وفجأة الشخص ذا اللي جلس جنب خوينا التاجر هذا جاب اسم هوليوود كذا جاء في باله. بس ليش هوليوود؟ وإيش قصة أم هوليوود؟ ما حد عارف. أعجبه الاسم، أوه اسم هوليوود، والله الاسم بفشخ، وفشخ الاسم طبعا. والقصة الثانية تقول انه زوجة التاجر الكبير هذا عندها صديقة، والصديقة هذه قالت لها زوجك عنده مخطط كبير هناك، ايش رايك يسميه هوليوود؟ ايش معنى هوليوود؟ والله ما ادري بس صوتها فخم كذا. ويقال انه بالفعل الزوجة راحت نقلت الاسم لزوجها وقال واو اميزنج ليتس دو ذيس. وفي قصة ثالثة تقول انه كلمة هوليوود مشتقة من اسم نبتة، يعني جزء من كلمة هوليوود، ما ادري ايش هو الجزء بالضبط، مشتق من نبتة تنبت في مرتفعات الجبل اللي فيه اللوحة. وفي كل الحالات زي ما قلت لكم ما في أي قصة تؤكد من وين جاء اسم هوليوود بالتحديد. احنا نتكلم عن زمان يا جماعة، 1923، لا أنا ولا أنت ولا جدي ولا جدك موجودين. خلينا نقول إننا إيش بنتفزلق ونروح لجوجل. لو رحت لجوجل وكتبت هوليوود بنفس الكلمات راح تطلع معك هوليوود، ما راح يترجمها لك. لكن لو حذفت حرف ال من كلمة هولي وخليتها بال واحد وفصلت عنها كلمة وود هوليوود، بيطلع معك الخشب المبارك، which is مستحيل يكون هذا المعنى. ترى هذا اجتهاد وفزلق مني يعني. على كل حال يا جماعة، في البداية المخطط هذا كان اسمه هوليوود لاند أو أراضي هوليوود، وتم تصميم اللوحة بمساحة شاسعة ومرة مرتفعة، وعلشان تجذب الناس أكثر حطوا عليها إضاءات وألوان وحركات علشان الناس تشوفها من بعيد، أوه إيش في هناك، يلا نروح هناك، ويكتشفوا أنه في مكتب عقاري تسويق يحاول يبيعهم الأراضي. قبل ما يتم تركيب اللوحة واجهوا مشكلة كبيرة في توصيل الحروف إلى قمة هذا الجبل أو إلى هذا المرتفع. وإحنا نتكلم عن العشرينات يا جماعة، ما فيش سيارات متطورة، ما فيش أشياء بتنقل الحروف هذه، فكانوا بيستخدمون الحمير والخيول والبغال والعربات علشان ينقلون أجزاء الحروف هذه ويركبوها في هذاك الجبل. الحرف الواحد يا جماعة كان يوصل طوله إلى 15 متر. وعلشان أسهل لك التصور وفي حال إنه ما عندك ذاكرة تصورية زي أنا، ترى أحيانا أقول 15 متر يعني كم دور، يعني كم إنسان فوق بعض زي كذا أجلس أحسبها. علشان أسهل عليك موضوع التصور، تخيل إنه في كريستيانو رونالدو ثمانية كريستيانو رونالدو واقفين فوق بعض، يب هو هذا طول الحرف الواحد في كلمة هوليوود. وعرض الحرف الواحد يوصل إلى 9 متر، يعني حوالي مدري كم كريستيانو رونالدو نايمين جنب بعض. وصلت الفكرة؟ أيوة، مرة مرة ضخمة اللوحة. وكلف بناءها في هذاك العصر حوالي 21,000 دولار أمريكي. 21,000 دولار أمريكي ذيك الأيام تساوي حوالي 300,000 دولار أمريكي حاليا، واللي هي حوالي مليون ريال سعودي وشوية. المهم يا جماعة، الهدف من اللوحة أنها كانت تجلس سنة ونص أو 18 شهر مدري كم ويشيلوها، خلاص بعنا الأراضي انتهى التسويق، يلا سلام عليكم، نشوف لنا منطقة ثانية ونسرق اسم جديد ونعلق لوحة جديدة على هذا الكلام. ولكن مع مرور الوقت ودخول شركات السينما والإنتاج والمسرح والفن إلى مدينة
لوس أنجلوس، اللوحة هذه بطريقة ما صارت معلم. وينك يا فلان؟ أنا عند لوحة هوليوود. وينك يا علان؟ أنا والله قريب من لوحة هوليوود. كيف أوصل لك يا الطيب؟ شايف لوحة هوليوود؟ أيوة خليك وراها، أجيبها من قدام. صارت معلم وخلاص. قررت الغرفة التجارية تبع لوس أنجلوس، قالوا يا جماعة اللوحة دي حتضل هنا وراح يتم الإشراف عليها بواسطتنا إحنا شخصيا. وبشكل تدريجي بدأت تصير منطقة هوليوود منطقة كبيرة، بدأت تتوسع، بدأت الأراضي تنتشر، وبدأت البيوت تتبني والفلل والعماير والاستديوهات. يا رجل صارت شيء مهول مع الوقت. والآن وفي يومنا الحالي قد يصل سعر البيت الواحد أو الأرض الواحدة أو الفلة الواحدة أو أيا كانت النيلة المنيلة اللي بتعيش فيها حوالين اللوحة أو قريب منها إلى 2 مليون دولار أمريكي. كل ما كنت قريب من اللوحة كل ما ارتفع السعر، كل ما بعت عن اللوحة كل ما قل السعر، وهكذا. بس في كلا الحالتين مستحيل تسكن هناك، لا أنا ولا أنت. وأغلب سكان هوليوود حاليا هم إما ممثلين أو مغنيين أو فنانين أو مخرجين أو مسرحيين أو تجار، اللي بقوله لك إنه إيش ما يسكنوها إلا الناس اللي كشكشين. فإذا سكنت في هوليوود اعرف إنك راح تفتح الشباك الصباح وتلاقي قدامك جوني ديب ولا كيتي بيري ولا جاك نيكلسون ولا ألين، مليانين صراحة مليانين، بس ما حد فاضي لأحد، كل واحد يوقف سيارته يخش يرقد يصحى الصباح يروح شغله. تواصل بريال، جيرة بريال، ما في فايدة. طبعا اللوحة هذه جات عليها تغييرات وإشكاليات على مر الزمن، انهارت بعض أحرف هذه اللوحة وجاتها أيام كذا خلاص كانت إيش شبه ما عاد احد مهتم فيها، ما عاد تشوف منها الحرف واحد وحرفين كذا في النهايه. ولكن كانت دائما الغرفه التجاريه تبع لوس انجلوس تجي وتصلح هذه اللوحه. ما في، هذه اللوحه راح تظل. وفي سنه 1930 وفي حادثه ماساويه ومفجعه هزت الكيان السينمائي وقتها، كان في ممثله مسرحيه اسمها بيك ان تويستل، ممثله ناجحه وامورها في السليم وكل شيء تمام، ولكن يقال انه علاقتها مع زوجها كانت سيئه وسامه الى ابعد حدود. تزوجته، حبته، انبسطت معاه وهو اكبر منها طبعا، كل شيء كان تمام في البدايه، حياه ورديه وايام لطيفه. ولكن مع مرور الوقت البنت بدات تكتشف اشياء كثيره عن زوجها، طلع كان متزوج من قبلها، لا ومخلف كمان، وعنده كذا لف ودوران كثير في حياته، فضلا انه بعد فتره من زواجهم صار يسيء لها، ويقال انه كان يضربها احيانا، كلام كثير انقال عن علاقتهم، بعضه صحيح وبعضه خطا والله اعلم. البنت الغلبانه في النهايه طلبت الطلاق وخلاص طفشت، يعني الواحد حيقعد كذا لين متى؟ وللاسف بعد هذاك الطلاق الحزن والهم اثقل كاهلها الى أبعد حدود. فجأة يوم من الأيام قالت لأهلها يا جماعة أنا رايح أزور صديقاتي وأصدقائي، أشوفكم إن شاء الله بعدين. أخذت شنطتها ومشيت. ولكن للأسف الممثلة الغلبانة هذه أخذت نفسها وتسلقت إلى قمة الجبل هذا وطلعت إلى فوق حرف الإتش وقفزت ورمت نفسها وانتحرت. وبعد فترة اكتشفوا وجود جثتها في هذاك المكان ولقيوا رسالة داخل شنطتها مكتوب فيها الكلام الجاي: أنا آسفة، أنا خائفة وليس لدي شجاعة كافية، لو أنني انتحرت في وقت مبكر لكنت وفرت على نفسي الكثير من الألم. والصدمة واللي زاد الموضوع ألم وقهر إنه البنت كانت صغيرة، تخيلوا يا جماعة أن عمرها كان بس 24 سنة. وفي سنة 1949 برضه الغرفة التجارية وين كان المسؤول ذاك الوقت عينوا موظف، قالوا لي يا ابوي اسمع احنا بنسوي لك كوخ صغير هنا حتعيش فيه وامورك طيبة وحينزل لك راتب، نباك تحرس اللوحة، اللي يجي عنده يحاول يخربها ويجي يحاول يكسرها ويجي يحاول يرسم عليها ويجي يحاول يتسلقها ويجي يحاول لا سمح الله ينتحر عليها، وقف عند حده دق على الشرطة ولا تصرف. الرجل الطيب ذا قال حاضر من عيوني، أحلى وظيفة وأحلى راتب وأحلى موقع، أصحى الصباح أتفرج على هوليوود من فوق أو لوس أنجلوس من فوق، إيش في أحلى من كذا. يوم من الأيام حبيبنا الطيب هذا انتهى دوامه، فقال إيش خليني نروح أشرب لي كوباية كذا أروق المزاج. وهو راجع طيبين يا ولد شو الأخبار، لفت السيارة عليه شوية ودحدرت على حرف الاتش واصطدم في حرف الاتش، طاح كذا من المرتفع دربج 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 واصطدم في حرف الاتش. ولكن الحلو في الموضوع انه ما صار له شيء، ولكن حرف الاتش ويب طاح وسيارته راحت في الرحله. ولكن المضحك في الموضوع انه الى يومنا هذا في ناس منكرين القصه، يعني يقول لك لا يا ابوي حرف الاتش طاح ذيك الايام كان في هواء قوي طيح، ومين اللي سكران ومين اللي طاح بسيارته، انت صاحي تستهبل علينا. في سنه 1950 الغرفه التجاريه تبع لوس انجلوس قالت اسمع يا حبيبي خلاص الموضوع ايش وصل عند حده وزاد عن حده، كل شوية اللوحة طايحة، كل شوية واحد مخربها، كل شوية واحد يطيح من فوق عليها. حتى في مرة من المرات جات فرقة متطرفة ماني داري مين هم، غير أم اللوحة بدل هوليوود خلاها هولي ويد الحشيش. فجاءت الغرفة التجارية وصلحت المشاكل كلها وقالت اسمعوا لازم نشوف حل لهذه المشكلة ولهذه اللوحة. وبالفعل يعني جلسوا يخططوا من ذيك الأيام إلين أواخر السبعينات. وفي أواخر السبعينات تقريبا اجتمع مجموعة من التجار والأثرياء والفنانين وناس كبار كذا حوالي 9 أشخاص، قالوا يا جماعة اسمعوا لازم نحط قطة نجمع كذا فلوس ونظبط اللوحة هذه بحيث ايش تظل شامخة وواقفة الى الابد من دون اي اشكاليات، نبغى نسويها بمواد قوية شوية معدن على شوية حديد على شوية فولاذ على شوية عواميد، بنظبطها بنخليها ثابتة كالاسد. والله بالفعل جمعوا ما
مبلغ حوالي 250 ألف دولار أمريكي تم إعادة بناء لوحة هوليوود من الصفر، وتم إعادة بناء اللوحة ولكن حذفوا كلمة لاند فصارت هوليوود مش هوليوود لاند. يب طول الفترة ذيك كان اسمها هوليوود لاند ما كان اسمها هوليوود. وتم إعادة تدشين اللوحة وافتتاحها رسميا يوم 11 نوفمبر سنة 1978. ومن هذيك الأيام وإلى يومنا هذا والحراسة كل ما لها تتشدد حوالين المنطقة أو حوالين اللوحة بالتحديد، كاميرات في كل مكان، مستشعرات حركة، حراس أمن، عسكريين، أي حاجة تصير بسيطة حوالين اللوحة، إنذارات تشتغل والهليكوبترات توصل. مرة اللوحة ذي محمية بشكل مرعب، حتى لو أنك رحت تتمشى فرضا في لوس أنجلس وأنت ما تعرف شيء عن هذه المدينة وكتبت لوحة هوليوود في خرائط جوجل أو خرائط آبل وتوجهت إليها راح توصل لمكان ثاني، ما راح يوصلك عند اللوحة، راح توصل إلى واحد من المرتفعات وتشوف اللوحة كذا من بعيد. كيف كذا المخرج عاوز كذا، ما في طريق مباشر لهذيك اللوحة. لو انك من سكان المدينة كذا وعارف المداخل والمخارج بتقدر توصل الى منطقة قريبة من اللوحة. والحوسة وتغيير الموقع على خرائط جوجل ما صار كذا عبث، سكان المنطقة من الاثرياء والمخرجين والممثلين ايش اشتكوا؟ قالك يا ابوي السياح شغلونا، كل شوية واحد داخل لي بسيارته، كل شوية واحد جايني بسيكل، كل شوية واحد جايني يهرول يبغى يشوف اللوحة ومشغلنا ومعدي من قدام بيوتنا. لا، منطقتنا هذه حق الناس الفخمة والاستقراطيين اللي عندهم فلوس كثير، لازم نقفلها ونخلي الناس تشوف اللوحة من بعيد. وبالفعل كيف ماني عارف ايش اللي صار، بس إذا كتبت لوحة هوليوود راح تلاقي نفسك توجهت إلى مكان آخر بعيد عن اللوحة وتشوفها من بعيد. أي اللوحة هناك بس تروح لا ما في. ويا ويلك ويا سواد ليلك لو إنك فكرت تقفز من فوق السياج أو تحفر لك نفق تحت الأرض وتحاول توصل عند اللوحة. بمجرد ما توصل عند اللوحة اعرف إنه حيدق ألف جرس وجرس وألف منبه ومنبه، وراح تجيك الشرطة تبع هوليوود كلها وتبع LA كلها وتبع أمريكا كلها ويشيلوك من إذنك. ما نعرف شو بيسووا فيك، غالبا توقيف، بس إنه انتبه يعني اعمل حسابك. روح على خرائط جوجل تك في قمة الجبل، خذ لك سيلفي كذا معاه من بعيد. إيش لك إيش الحوسة شي شوية لوحة يا أبوي. إلى هنا يا جماعة نكون وصلنا لنهاية الفيديو، الله يعطيكم العافية على المشاهدة، لازم الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان يوصلكم فيديوهاتي اول باول، ولا اهم من هذا كله اذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك شيلوا ملايكات يا ولد. كان معكم الوجيه، اشوفكم في الفيديو القادم.